مرحبا، أنا باتريك مرعب وبيناتنا خبز وملح وكفتة بالصينية. اليوم رح نعمل أكلة كتير طيبة كتير سريعة، فيها بس شغلتين لازم يتحضروا، وكل شيء بيقدر يتحضر قبله بوقت، فبيكون علينا بس نطبق، وهيدا اللي عملته. أول شيء حنعمله هو خلطة الكفتة. خلطة الكفتة كل حدا له وصفة لها، كل حدا له بهارات لها، حدا بيحط لها بهارات، حدا ما بيحط لها بهارات، مش بعيد بالنهاية الأكل وموضوع الطعمات. بعملها أنا على طريقتي، وكل واحد منكم بيقدر يشيل أو يزيد عليها إيه اللي بده إيه. أول شيء عم بلش فيه تقريبا 300 جرام لحمة مفرومة، 35% دهن غنم والباقي لحمة بقر أو غنم نفس الشيء، بس المهم 35-40% يكون فيها دهن. لا كتير مدهنة، كيف بدنا كذا، هي طيبة هيك ما بيأثر. فأول شيء حنعمله لحمة مفرومة، حنحط فوقها تقريبا ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم، بس قبل رح حط البصل بقلب المدقة هون، هو أفضل ينبرش، فرح حط بالأول ملعقة كبيرة تقريبا ملعقة ونص بصل. مع البصل رح حط حص ثوم كبير برا كعبه، ورح حط رشة ملح مثل العادة بس ما يزحطه، ومثل ما كنا نعمل كبس وبرم مش ضروري ده، بس تنعم كل شيء ببعضه. يلي حطه هون مع البصل هو تقريبا نص ملعقة صغيرة سماء، نص ملعقة صغيرة قرفة، راس ملعقة بهار تقريبا هالقد بهار أسود، إذا كان عنا الملام بالبيت ونحطه فريش أطيب وأطيب. ومن قلبنا رشة ملح تانية، ننتبه ما نزيد كتير ملح، لأنه أول شيء بالصوص عنا مرقة، واثنين حطينا ملح بالأول مع الثوم والبصل. نتأكد إنه خلطتنا ناعمة قد ما فينا، أو على اللي ما يكون فيها شقف كبار يضايقونا إحنا وعم ناكل كفتة. طيب من بعد ما نخلص رح نزيد فوق البهارات فوق الكفتة، رح نزيد عليها كمان بقدونس مفروم يلي هو اساس الكفتة اللبنانية، وهلا بتصير كباب تقريبا هيك، كمشة مهضومة من البقدونس. يلي بحب بقدونس زيادة فيه يزيد، يلي بحب قلب يقدر يقلل. رح البس كف وما ننسى اللحمة مفرومة على الناعم كمان تمسك على بعضها. يلي حعامله هلا هو نضع قد ما فيه لفوت البهارات والبقدونس اللي حطيناه والبصل والثوم على قلب اللحمة. وهيك تكون جاهزت لحمة الكفتة. هيدي رقم واحد خلصنا منها. رقم اثنين اللي حنعمله هو نحمم قلاية كرمال نشمع الكفتة، ونحمم قلاية كرمال نعمل فيها الصوص. رح يصير هلا دورنا اول تحت اول مقلاية، دورنا تحت الثانية. الصوص اللي عم نطبخ فيها تتكون من بندورة مقشرة او عصير بندورة ورب البندورة. بنفس الكاس اللي عملت فيها البصل والثوم والبهارات رح حط حبة بندورة مقشرة تقريبا، اثنين ثلاثة مع الزوم تبعهم. رح اتأكد بس اني عم نعمل قد ما فيه بس تما يبقى فيها شاف كبار. من بعد ما نعمل البندورة رح نقول البندورة حتى بقلب أول مقلاية بهي بالطريقة، رح حط معه نص مكعب من مريت الدجاج. أكيد إذا محضرين مريت الدجاج طازة بالبيت فينا نستعملها كمان.
نص مكعب مرق دجاج، رشة ملح صغيرة، زيت زيتون، مي، نص ملعقة صغيرة سماق، رأس ملعقة بهار أسود، نص ملعقة قرفة. رح نخليها تغلي لكلها تنخلط ببعضها، وبهيدي رح نطبخ الكفتة مع البطاطا البصل والبندورة. اللي عملته بالبندورة والبصل هو بس قصيتهم شرايح مدورين، يلي عملته بالبطاطا هو قصيتها شرايح، وقبل ما حطها بالفرن قليتها نص قلية بقلب زيت حامي، فنحن بنقول عملنا لها تشميع. كل ما كانوا تخان كل ما بياخذوا وقت لينطبخوا، كل ما كانوا رفاع كل ما معقول ينشفوا. فمنجرب تاخد ايدنا من الاول على قد بدنا حجم كل حبة كفتة. فينا نعمل الشكل يلي بدنا اياه، فينا نعمله بالطول بالعرض ما بتفرق. انا اللي بحب اعمله ولا شافت كفتة بايدي هيك، بلش تقريبا نكور. كتير مهم نكون مطلعين اللحمة تبعنا من البراد قبل بتقريبا ساعة ونحطها بيتها تاخد حرارة الغرفة، كرمال مش اللحمة تحترق من برا وتكون بعدها نية من جوا. يعني بالعادة اللحمة من برا دغري بتاخد حرارة على المقلاية، ومن جوا بتكون بعدها مساعة، فبتاخد وقت أكتر لتستوي. فهي رحنا بنعمله بنطلع اللحمة لبرا بنزلها حرارة الغرفة، ساعتها بنتأكد إنه كلها عم تنطبخ بنفس الوقت على نفس الحرارة. اللي حوالي شو عامله هلا؟ كوّت بقلب ايدي وانا وايدي مفتوحة، اكبس تقريبا يطلع لي شكلي اللي بدي اياه، لا رفيع لا رفيع ولا سميك. اذا بتنتبهوا عم كب اللحمة من ايد لايد، ما عم بدعكها، لانه انا من العالم اللي بآمن انه اللحمة رح ترجع تشد اذا اندعكت زيادة مثل العجينة او شو ما كان. فبفضل قد ما فيه خليها هيك. واثنين ما تنسوا انه الدهن يلي فيها كتير عالي، اذا كتير دعكناها وخليناها بايدنا ببلش يدوب الدهن وبتفرط معنا حبة الكفتة. وهيك بنكون حضرنا الكفتة حمية المقلية. رح نبلش نشمع. هي حمية المقلية لانه الكفتة فيها دهن، ولانه اصلا المقلية اللي عم نستعملهم من سويس دايموند ما بدهم زيت وزبدة، بتمشي الخبرية مزبوط مع بعضها. اهم شيء ما نضغط المقلية اللي عم نشتغل عليها او ما نحط فيها اكل زياده كرمال يضل تقطع الحراره مزبوط من دير من دار كل حبه. ما تكون عم نسلق اللحمه، نكون عن جد عم نشمع اللحمه. بعدك مثل ما كنت، بعدك مثل ما انت. تيرارا. اذا عم نشوف هون بلشت تغلي الصوص تبعنا، نخلطها بس نتاكد انه كل البهارات دابوا فيها مزبوط. واكيد فينا نستعمل طنجره اكبر ما تعملوا مثلي. بعرف انه دايما نقول ما نكبس اللحمه، بس مثل ما شفتوا اول ما حطينا اللحمه بقلب المقليه رجعت شدت على بعضها. فاللي عملته هلا بس وقت قلبتها انه رجعت اعطيتها الشكل اللي انا بدي اياه طالما تطلع كثير سميكه. هلا اذا بتشوفوا الكفته اخذت لون على الميلتين تقريبا، رح اعمله شيلها وكفي شمع الباقي. من فتره دقت هيدي الاكله بس بلا الكفتة، واسمها كفتة وبطاطا كزالة، اللي هي كانت كل المكونات اللي استعملناها هلا مع كل البهارات بس بلا الكفتة. فاللي فيكم تعملوه تحطوا بطاطا، بندورة، بصل، صوص بندورة على وجهن مع نفس البهارات اللي حطيناها تفوتوه على الفرن، لأنه بالنهاية شو طيب؟ طيب بس البطاطا اللي على الكعب تسحب كل هيدا الزوم اللي نزل من اللحمة ومن الخضرة اللي على وجهها. فكر اعملها بلا كفتة. وهلا صرنا جاهزين لنسكب حضرة الصوص. شمعنا الكفتة، شمعين البطاطا من قبل، مقطعين البصل، مقطعين البندورة الدوائر. يلا نسكب. حيلا جات صينية بتفوت معكم على الفرن. إذا عاملين كمية أكبر للعائلة فينا نكبس الصينية، إذا كنتوا بس شخصين فينا نصغرها، أو إذا كنتوا شخصين ممكن تعملوا صينية كبيرة وتاكلوا منها كذا يوم ورا بعض، كله بيمشي. رح أبلش فيه. أنا شخصيا بحب بلش بالبطاطا لأنه هي حتسحب كل الزوم يلي طالع. فاللي حنعمله حنحط بطاطا على كعب هيدا الصحن. تاني شي فوق البطاطا رح حط الكفتة يلي شمعناها. بيرجع فوق الكفتة اللي رح نحطه هو البندورة، هيخلي الكفتة بلا ما تنشف. فوق البندورة هنحط
روندلات بصل قطعينه دوائر بهذه الطريقة. فينا نغطي بطبقة لحمة تانية، هيدا اللي رح أعمله. كفتة يلي رح نعمله، وناخد صوص البندورة يلي حضرناها ونكبها فوق طنجرتنا. نتأكد انه كل شيء موزع مثل ما بدنا مش بنفس المحل. و اهم مكون بالنسبة لي حاليا كل الدهن يلي نزل من الكفتة، نحن عم نشمع الكفتة بالمقلاية، بنرجع بنرده من محل ما اجى. هيك بنكون دمجنا كل الطعمات يلي طبخنا فيهم، وهيك بنكون سكبنا كفتة وبطاطا. رح نفوتها على الفرن على مدة 45 دقيقة درجة حرارة 180. والف صحتين.